اليوم راح نبدأ تغطية جميلة ومميزة ونتعرف على الكولكشن الجديد. وقبل كذا راح أذكركم فروعنا: رياض مخرج 29 شارع بلال بالرباح، وجدة شارع 60 شمال دوار فلك، وخميس مشيط في الخالدية مقابل فندق قصص. راح نبدأ تغطيتنا من الأطباق الجميلة اللي وصلتنا، أطباق سيراميك. جددي سفرتك بأجمل الأطباق، توفرت عندنا هذه التشكيلة الجميلة. شوفوا معاي التفاصيل مرة حلوة باللونين الأبيض والأسود، متوفر من هذا الشكل ثلاث مقاسات، عندنا الصحن الكبير والصحن الوسط وبعد الزبدية، وسعر كل قطعة ب5.75 ريال. هللة، بعد توفر عندنا هذا الشكل المميز مرة حلو لعشاق اللون الأزرق، وتوفر منا أربع قطع، عندنا الكوب والزبدية والصحن الصغير والصحن كبير، وكل قطعة ب5.75 ريال. هللة، ولسه جديدنا ما انتهى. شوفوا معاي جمال وروعة اللون الوردي، متوفر بحواف ذهبية مرة حلوة وفخمة، راح تاخذ سعر كل قطعة ب5.75 ريال. هللة، شاركوني أي طقم حبيته. عندكم طباخات وفنانات بالمطبخ، توفرت عندنا هذه التشكيلة الجميلة من الزبديات الصغيرة بألوان مختلفة مرة جميلة، للباستا للحلا، متوفرة منها عدة أشكال مختلفة، شاركوني استخداماتكم، وراح تاخذ سعر كل قطعة ب5.75 ريال. هللة، شوفوا معاي هذه الأشكال الجميلة مرة جميلة للكوكيز والآيس كريم. حابة تتميزين تقديماتك وضيافتك، تتميزي مع شركتنا، شركة مجمع الشامل بأجمل أدوات ضيافة. توفرت عندنا من جديد هذه الزبديات الزجاجية بقاعدة بألوان مختلفة وبعد بأشكال مختلفة، شوفوا معي الأشكال مرة رهيبة، وبسعر 5.75 ريال. هللة، أسعار جدا مميزة والأشكال جدا فخمة. كذا جديدنا، وبعد من جديدنا توفرت عندنا الصحون هذه الجميلة المذهبة، عندنا بقاعدة خشبية وبعد عندنا بالأشكال هذه المميزة مرة جميلة، للتقديمات للشمعة دانات تستخدمونها، راح تختصر كل قطعة ب5.75 ريال. هللة، قسم الأدوات المطبخية، توفرت عندنا الصباية هذه الجميلة للبهارات الصحيحة، للشاي، للأعشاب، ومتوفرة بعدة أحجام، عندنا هذا الحجم وبعد الحجم الكبير وبشكلين مختلفين، عندنا شكل أسطواني وأيضا على الشكل الدائري، وراح تاخذ سعر كل قطعة ب5.75 ريال. هللة، جديدنا لسه ما انتهى من عالم الزجاج، توفرت عندنا هذه التشكيلة الجميلة من فناجيل القهوة، فناجيل الشاهي من نوع زجاج بأشكال مرة جميلة، شوفوا معايا التشكيلة، وراح تاخذ كل مغلف فيه ست قطع بالنسبة لفناجيل القهوة أو الشاهي ب5.75 ريال. هللة، مميزين مع شركتنا، شركة مجمع الشامل بأجمل أطباق السفرة، سفرتك الجميلة والأنيقة. توفر عندنا هذا الطقم الجميل باللون الأزرق والبرتقالي والأبيض، جدا مميز بعدة مقاسات مختلفة، عندنا حجم الوسط وبعد الحجم الصغير، مع تشكيلة واسعة من الزبديات، عندنا هذا الشكل من الزبديات وبعد. يا سلام، وش أحكي لكم وش أخلي عن روعة وجمال الأكواب اللي موجودة عندنا، حبيت ورجعنا نوفرها لعيونكم من جديد لكثرة الطلب عليها. أكواب زجاجية مع أسترو، مع مسكة من جلد مرة جميلة وفخمة، تناسب المشروبات الباردة والحارة، وأيضا متوفر منها اللون الرصاصي، راح تاخذ سعر كل قطعة ب5.75 ريال. هللة، مرة جميلة كهدايا أو توزيعات، وبعد توفرت عندنا هذه الأكواب الجميلة للمشروبات الباردة والحارة، بتقدمين ضيافة جميلة ومميزة، توفرت عندنا هذه الكاسات الزجاجية بشكل مرة رهيب وبسعر ولا أروع، راح تاخذ المغلف في ثلاث قطع من هذا الشكل. الأشياء الجميلة والجديدة اللي أكيد يحتاجونها بنات الجامعة والموظفات، توفرت عندنا مجففة المناكير وبسعر جدا جميل، راح تاخذ المغلف. قسم السلات، توفرت عندنا سلات الخوص هذه الجميلة مرة حلوة للفطاير وللمخبوزات، ب5.75 ريال. هللة، شاركوني استخداماتكم لها، وبعد متوفرة عندنا هذه التشكيلة الجميلة من السلات بعدة أحجام مختلفة وأيضا عدة أشكال، راح تاخذ سعر كل قطعة ب5.75 ريال. هللة، أدوات المطبخ، توفرت عندنا هذه القطاعة الجميلة لسهولة تقطيع الخضروات أو الملفوف أو الخس وبطريقة سهلة ومرتبة، راح أحط لكم صور توضيحية للمنتج، وراح تاخذ سعر القطعة ب5.75 ريال. هللة، بين الأجواء ممطرة وباردة، توفرت عندنا هذه التشكيلة الجميلة من الأكواب الحافظة للحرارة وبعدة ألوان، عندنا اللون الأسود والأزرق والأحمر، مرة رهيبة الأشكال وبسعر 5.75 ريال. هللة، وبعد توفرت عندنا هذه الأكواب الزجاجية بغطاء وبثلاثة ألوان مختلفة، عندنا العشبي والوردي والرصاصي، وبسعر 5.75 ريال. هللة، للقطعة.
قسم الأدوات المطبخية توفرت عندنا هذه المنظمات الجميلة مرة جميلة، تعلقين فيها الملاحق المناشف بطريقة جميلة ومرتبة، متوفرة منها عدة أشكال، عندنا 3 أشكال مختلفة وبسعر المغلف ب5.75 ريال. هللا جديدنا لسه ما أنتهى من عالم الزجاج، توفرت عندنا هذه التشكيلة الجميلة من فناجيل القهوة وفناجيل الشاهي من نوع زجاج بأشكال مرة جميلة. شوفوا معايا التشكيلة، وراح تاخذوا كل مغلف فيه 6 قطع بالنسبة لفناجيل القهوة أو الشاهي ب5.75 ريال. هللا قسم الاكسسوارات المنتج الاكثر طلبا عندنا، توفرت شنطه المكياج هذه جميله متوفره بعده اشكال والوان مختلفه، راح تاخذها بسعر جدا مميز، سعر القطعه الواحده ب5.75 ريال. هللا المنتج الاكثر طلبا رجعنا نوفره لعيونكم، ادوات التدليك هذه جميله لشد الوجه وبسعر جدا مميز، راح تاخذ سعر القطعه ب5.75 ريال. هللا كثير من عميلاتنا المميزات سألونا عن الأكواب الورقية للمشروبات بأشكال جدا جميلة تنفع للحفلات وطلعات الشلة. شوفوا معي الأشكال، كل شكل أجمل من الثاني. طبعا راح تأخذون مغلفات جدا توفيرية، المغلف فيه 12 قطعة مع الأغطية بسعر 5.75 ريال. هلا بس عشان دائما تكون محافظة على نظافة عيون الفرن والغاز، لا يفوتك المنتج العملي اللي توفر عندنا، أغطية لحماية الغاز بشكل جدا رهيب. راح تاخذ المغلف فيه 12 قطعة بسعر 5.75 ريال. هلا راح اوريكم صور توضيحية للمنتج. وداعا للفوضى واهلا بالترتيب والتنظيم مع شركة مجمع الشامل. شوفوا معي سلات الخوص اللي وفرناها لكم للتنظيم باشكال مرة جميلة، كمان تنفع للمخبوزات الفطاير بالحجم المني، اشكالها مرة حلوة. راح تاخذ سعر القطعة بسعر 5.75 ريال. هلا بس طبعا راح تجيكم زي كذا مع القطعة. شركة الرواد مرة مدلعتنا بالمنتجات الجميلة اللي قاعدة تتوفر يوم بعد يوم. شوفوا معايا صينية لتقديم الأكل طبعا من النوع الخشب، مرة حلوة لتقديم البيتزا وكمان الفطور الصباحي، من الأكثر مبيعا بالحجم الكبير جدا، ما راح تلاقوه في أي مكان بنفس الحجم والسعر اللي نوفره لكم دائما. شوفوا معايا الشكل الثاني متوفر بحجمه مختلفة، وشوفوا معايا كمان بالحجم الوسط مرة جميل شكلها للمكسرات وكمان لقطع الفواكه، طبعا متوفرة بعدة مقاسات مختلفة وكذا شكل. راح تاخذ سعر كل قطعة بسعر 5.75 ريال. هلا بس اسم الراقي مع الكوليكشن اللي وصلنا من الشوزات للأطفال، عندنا البنوتات الحلوات وأيضا للأولاد وبأسعار جدا جميلة، راح أحط لكم التفاصيل في السنابات الجاية. من القسم الولادي لا تفوتكم هذه التشكيلة الجميلة اللي وصلتنا من الشوزات الولادية بأسعار جدا جميلة. شوفوا معاي سعر الشوز ب26 ومتوفر عندنا 3 ألوان، عندنا الأسود والكحلي وأيضا الرصاصي، مرة جميلة للطلاب الابتدائي للطلاب المتوسط أو الثانوي، أسعارها جدا جميلة. بعد بالدور الثاني حقيقي لا تفوتكم هذه التشكيلة الجميلة من السليبرات، متوفرة بعدة أشكال وألوان مختلفة ومقاساتها ما بين 36 إلى 41، وسعرها راح تأخذ سعر الزوج ب5.75 ريال. هللا ووصلتنا لجنزات نسائية بأشكال مختلفة وبسعر جدا جميل. شوفوا معاي الشكل في العرض، مرة جميلة وصيفية وبسعر 5.75 ريال. هللا من قسم العطور توفرت عندنا هذه التشكيلة الجميلة من العطور، هذه أنواع المسك بروائح مختلفة وبسعر 5.75 ريال. هللا ولسه عندنا أنواع مختلفة وروائح مختلفة من المسك،
كثرة الطلب على قسم الإكسسوارات متوفرة عندنا تشكيلة واسعة من ربطات الشعر. شوفوا معاي هذه الأحجام الصغيرة راح تاخذوها القطعة المغلف الواحد بريالين فقط شامل الضريبة، وعندنا هذه المغلفات الكبيرة كل مغلف ب5.75 ريال. هللا ومن جديدنا في قسم التوزيعات توفرت عندنا هذه الأكياس الورقية جدا جميلة لتوزيعات الأطفال وبأشكال مرة لطيفة. شوفوا معي الأشكال، راح تاخذ المغلف في 5 قطع ب5.75 ريال هللة. بعد توفر عندنا هذا الحجم باللون العشبي ب5.75 ريال هللة في المغلف 5 قطع. هذه في قسم التوزيعات حبيت أرجع لنا أثر عليكم من جديد شنط التوزيعات هذه الجميلة الشنط الهبة، توفرت بعدة ألوان مختلفة والشرايط ملونة مرة أشكالها رهيبة. ومعي الألوان عندنا العنابي والسماوي والبيج والبرتقالي، راح تعطي سعر القطعة ب5.75 ريال هللة. راح أحط لكم أشكال توضيحية للبيج. نختم تغطيتنا لليوم من قسم الورد بالتشكيل الجميل اللي وصلتنا من الورود. وصل عندنا ورد دوار الشمس، وبعد الورد الأكثر طلب من ورد التوليب وفرناه بعدة ألوان مختلفة، راح تاخذوا الباقة ب5.75 ريال هللة.